في الواجهة البحرية. هلا الله يحييك. أنا ثامر وهذا حسام. أنا اللي جات يعني أبغى أغسل وجهي بمويه. يبى ينحف شوية. إيه. تبى تنحف؟ قل لهم تبى تنحف. هذا الرجال يطلع عني شعر، أنا ما أبغى أنحف. أي تنحف ما شاء الله زيد، لكن معلش. بزيد إن شاء الله النعمة. بزيد الخير إن شاء الله. الله يخليك يا عمي. إيش تغديت اليوم؟ والله اليوم مش غدا، انا اخذ انا اتغدينا الساعه 2 مضغوط دوبنا نقنقنا برجر. ايوه يعني اي واحد اختار منه من الغدا اللي كان نازل غدا. الله يسلمك يا عم.